اهلا بكم اعزائي طلبه طلبات التعليم الفني في حلقه جديده من برنامج في بيتنا المدرسه. حلقتنا النهارده هتعتبر من الحلقات الخاصه بالمقدمه عن المواد الخاصه بالصناعات بتاعتنا، وطبعا ده تجهيز لبدايه العام الدراسي ان شاء الله في الايام الجايه. طبعا احنا كل ده اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله ان احنا نوضح ايه هي النقط والحاجات المهمه اللي في المناهج بتاعتنا بكامل المنهج. طبعا الوضع ده شغال معانا ومع كل الزملاء اللي شغالين في الجزء الخاص بالبرامج التعليميه في الفتره دي، والغرض من الموضوع ده ان انا بعرفك المنهج اللي انت هتاخده على مدار العام هيكون ماشي ازاي، او الخريطه بتاعته عامله ايه معاك، وازاي ان انت هتقدر تذاكر الماده العلميه دي وهتتعامل معاها ازاي. في بعض النقط الفنيه في بعض المواد الدراسيه بيحتاج لبعض التفكير وبعض التركيز وحاجات بسيطة كده بتخليك لما تعرفها ان انت تقدر ان انت تستكمل الجزء ده في الناحية المعرفية او الناحية المهارية. يبقى احنا في الجزء ده احنا بنعمل الحتة او المقدمة الخاصة بالمناهج بتاعتنا. قبل ما نبدأ الكلام عن المناهج بتاعتنا ومنهج اللي معانا النهاردة والتخصص كمان اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، هنتكلم بوجه عام عن جزء مهم جدا برضو هينفعنا كتير جدا مع بداية الدراسة. قطاع التعليم الفني احنا هنتكلم عليه بوجه عام في الفترة دي بيبدأ، او هو كان حتى من بعد توقف الدراسة في العام الماضي كان بدأ يجهز بعض الطرق عشان يقدر يوصل بيها للطلبة بتوعه في جميع المراحل وجميع السنوات الدراسية وجميع حتى انواع التعليم بتاعتنا. احنا عندنا اكتر من نوع تعليم زي ما احنا فاهمين. فالجزء اللي احنا هننوه عليه دلوقتي هو الجزء اللي هيكون متصل بيك طول العام الدراسي، مش شرط يكون المادة العلمية موجودة عندك بس على التلفزيون، لكن احنا عاملين لها كمان اماكن تانية او مواقع تانية بتحمل بقية المواد الدراسية، لان طبعا كم المواد الدراسية الموجودة عندنا كتعليم فني كم كبير جدا وضخم جدا. القياس الخاص بالمواد التعليمية بتاعتنا مش على تخصص او مش على صف من الصفوف، القياس بيكون عندنا على جميع نوعيات التعليم الفني بما فيها حتى المزدوج والتكنولوجي. طبعا الحاجات الخاصة بالمناهج بتاعتهم دي لازم تكون موجودة وسهل ان انا اوصل لها على موقع ما. فطبعا معنا كمان منظومة جديدة اللي داخل عندنا السنة دي، يمكن اول دبلوم ليها السنة دي هي منظومة الجدارات، موجودة في بعض المدارس لسه ما اتطبقتش على كل المدارس، فبالتالي انا محتاج اكون عارف لو انا بدور على مادة او بدور على جزء للمادة العلمية بتاعتي ادور عليه الايه. عشان ادور على الكلام ده والايه، القطاع بدأ ان هو يوفر لك قناة اليوتيوب الخاصة بقطاع التعليم الفني، اسمها قناة مصر للتعليم الفني. قطاع التعليم الفني ده اسمها باللغة العربية على يوتيوب. حاجة تانية ويمكن بقالها حوالي سنتين او سنة ونص موجودة على الويب، وهي منتديات قطاع التعليم الفني. لا بنفتحها، هي ما زالت برضه بتستكمل، يعني بقى لها سنه ونص لكن ما زالت برضه بيتم افتتاح اقسام وتخصصات جديده على الموقع، لان طبعا زي ما احنا عارفين احنا عندنا كم كبير جدا من التخصصات والشعب في التعليم الفني. فبالتالي هتلاقي عليها النظام الثلاث سنين بالكامل موجود عليها بالنسبه للتعليم الصناعي، التعليم الزراعي، التجاري كمان، والفندقي بعض التخصصات لكن لسه برضه بنستكملها. المزدوج برضه لو دخلنا على منتديات التعليم المزدوج هنلقى فيها بعض المواد الفنيه موجوده وبرضه بيتم استكمالها في الفتره الحاليه. النظام المتقدم اللي هو الخمس سنين هي الصف الرابع والخامس بس، لان اولى وثانيه وثالثه منهج موحد ما بينها وما بين نظام ثلاث سنين، فبالتالي هلاقيه على الموقع يخص الدبلوم ثلاث سنين هيستفيد بيه كمان دبلوم الخمس سنين للصفوف الاولى، الصف الاول والثاني والثالث. تعالى رابعة وخمسة ما زالت تحت الاستكمال، وطبعا إن شاء الله هتكون جاهزة مع بداية العام الدراسي بقدر الإمكان. ده بالنسبة للجزئية دي. بالنسبة لجزئية الجدارات بيتم افتتاحها دلوقتي وبيتم تنسيقها عشان تكون جاهزة في مع بداية الدراسة، عشان تكون جاهزة كمان بالأكتر لمرحلة الدبلوم. ففي خلال الشهر ده برضو بيتم تجهيز الموضوع ده. ده الجزء الخاص بالمنتديات. طبعا في جروبات تانية كمان، في جروب زي التليجرام، كان في جروب السنة دي كان شغال طول العام الدراسي، كان بيستقبل كل الاستفسارات وكل مدرسينا كانوا قاعدين معانا على الجروب. المدرسين بتوعنا موجودين على الجروب، موجودين على قناة اليوتيوب برضو، فبالتالي كان في رد
دايما لاستفسارات الطلبه على مدار العام الدراسي لكل الصفوف، فبالتالي ده طبعا كان نوع من انواع التفاعل. وهنشوف كمان في الفتره الجايه مجموعه من الجروب هتبدا تتفتح على التليجرام برضو، بس هتكون تخصصيه تتبع برضو قطاع التعليم الفني، بما ان هو طبعا من ضمن الجروب المفضل او الافضل عند الطلبه، فبالتالي يبقى سهل يكون عندنا الماده العلميه ونقدر نستذكرها، ونلاقي المدرسين بتوعنا موجودين معانا هيقدروا يساعدونا كمان في التحصيل والدراسه في الفتره دي. في حاجات كتير جدا هتكون موجوده في الفتره الجايه، وطبعا مخطط ليها ان هي تكون معموله عشان تتابع كل الجديد اللي احنا هنبدا ان احنا نجهزه في الفتره دي مع بدايه العام الدراسي. دخولك بس على المنتديات هتلقى كل الموضوعات الجديده هنحطها في مقدمه الصفحه، بحيث تبقى دايما عندك الاخبار الجديده الخاصه بالتعليم الفني تقدر توصلها بسهوله. يبقى المنتديات هتلاقي عليها الاخبار، هتلاقي عليها جميع الروابط الخاصه. لو دخلت حتى على اي حلقه من حلقات اليوتيوب هتلاقي جميع الروابط الخاصه بقطاع التعليم الفني موجوده عندنا في الوصف، كل الجروب العاديه والموجود عندنا على الواتس، واي حاجه تخص التواصل هتلاقيها يا اما تحت الحلقات يا اما على منتديات قطاع التعليم الفني. كده بالنسبه لموضوع التواصل. بالنسبه للجزء اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، طبعا احنا هنخصص كلام النهارده عن التعليم الصناعي، وهيكون معانا تخصص من التخصصات الفنيه وهو تخصص النسيج، يمكن هو عشان تخصصي، لكن احنا بنتكلم عن مواد دراسيه موجوده داخل التخصص ده. لو اتكلمنا عن الصف الاول او الثاني او الثالث احنا بنتكلم بوجه عام عن الموضوع، لكن هنخصص حلقتنا النهارده لجزء من الاجزاء الخاصه بالدبلوم. في الصف الاول والثاني والثالث عندي مجموعه مواد تكنولوجيه، مجموعه المواد التكنولوجيه دي بتكمل بعضها. يعني ايه بتكمل بعضها؟ يعني اللي انت درسته في اولى هتكمل معاه في ثانيه، هتكمل معاه في ثالثه، فانت دراستك مستمره لكن امتحانك منفصل. بمعنى انا ما عنديش تجميع غير النظام الجديد بتاع الجدارات، هيبقى فيه نظام للتقييم مختلف عن النظام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. فانا عندي اكتر من نظام تقييم، خلينا في نظام التقييم بتاعنا اللي هو نظام التعليم العادي او التعليم الفني العادي اللي هو متطبق على المدارس الاغلبيه حاليا دلوقتي. فانا عندي الصف الاول والثاني والثالث، كل صف منهم فيه مواد علميه وفي مواد تخصصيه مسماها في الصف الاول بيفضل موجود معاك لغايه الصف الثالث بالنسبه لدبلوم 3 سنين. فبالتالي الماده اللي هلقاها كده لازم يبقى عندي كل المعلومات الخاصه بيها اكون فاهمها وعارفها، لان انا في سنه ثالثه هستخدم معلومات من سنه اولى. مثال مثلا النهارده هنتكلم مثلا عن ماده الخاصه بالحسابات بتاعتنا وهي ماده التخطيط. ماده التخطيط هي في سنه ثانيه وفي سنه ثالثه اسمها تخطيط، في سنه اولى ما اسمهاش تخطيط، اسمها تراكيم، بس بتستكمل موضوعاتها في الصف الثاني والصف الثالث بمسمى تخطيط. الهدف منها هو واحد، حسابات خاصة بالنسيج. كان زمان كان اسمها مادة المقايسات، وكان اسمها مادة التنظيم، كان ليها مسميات بتتغير. دلوقتي الوضع الحالي هي اسمها تراكيم في الصف الأول، في الصف الثاني تخطيط، وفي الصف الثالث تخطيط. المادة دي عشان اشتغلها في الصف الأول عندي فيها ايه؟ عندي فيها 3 قوانين مهمة انا بعتبرهم ايه؟ بعتبرهم قانون واحد. وفي جزء تاني من المنهج برضو عندي 3 قوانين مهمة بعتبرهم قانون واحد. ليه؟ لان القانون الاولاني اقدر استنبط منه القانونين رقم 2 و3، وبرضو النوع التاني من القوانين اقدر استنبط منه باقي القوانين الخاصة بيه. فبالتالي انا لو عرفت القانون رقم 1 والقانون رقم 2 هلاقيني في الصف التاني بشتغل بيهم، هلاقيني في الصف التالت برضه بشتغل بيهم. يبقى القانون اللي انا درسته في سنه اولى شغال معايا في تانيه وتالته، ما بيتغيرش. اللي بيتغير ان بيزيد عليه بعض المعلومات او بعض البيانات الكتير اللي انت ممكن تحس ان هي ايه جديده عليك. لكن انت لو بصيت على القانون، وده هنشوفه كمان لو قدرنا نوصل للقوانين النهارده واحنا بنشوف الجزء الخاص بمنهجنا، هنلاقي ان الفكره واحده بس المواد او المسميات اللي انا بستخدمها في حل المساله هي اللي مسماها مختلف. فبالتالي بيديك شكل قانون وانت بتحل كبير وضخم، فتحس ان انت شغال في حاجه تانية خالص. لكن لا، انت لو فاهم ومعاك المدرس بتاعك موجهك صح هتلاقي ان القانون اللي انت شغال بيه هو بتاع سنه اولى.
بس باضافه حاجات بسيطه. هو برضه هنتكلم في الجزء ده واحنا شغالين. طيب ده الكلام ده بتاع السنه الاولى. طب انا خدت الكلام ده، طب في تانية وتالتة؟ في تانية عندي معظمه مسائل بتخص الاقطار وبعض الاجزاء الخاصه بالخيوط، كلها حسابات خيوط طبعا، احنا بنشتغل خيوط. في الصف الثالث هنلاقيها بتتكلم عن القماش واوزان القماش، سدة ولحمة، وسدة ولحمة معا. ده بالنسبة لمنهج الصف الثالث. بس في جزء هو اللي موجود في وسط منهج الصف الثالث، هو الجزء النظري الخاص بالتخطيط، اللي هو اساسا المادة متسمية علشانه. طيب هنلاقي التخطيط ده مش موجود عندي في النسيج بس، ده موجود في جميع الصناعات الخاصة بالتعليم الفني، اسمها مادة التخطيط، ومادة مهمة من المواد الأساسية اللي عندنا. بس ممكن مثلا تلقى في الملابس بياخد المقايسات لوحدها والتخطيط لوحده، في التريكو المقايسات لوحدها والتخطيط لوحده، تمام. مثلا هروح حلقة مثلا في الميكانيكا، هلقى ان مادة التخطيط مادة منفصلة ما فيهاش حسابات كتير، وهكذا في بقية الصناعات. ففي مادة تخطيط في الكهرباء، في السيارات، في أي صنعة من الصناعات بتاعتنا لازم ألقى تخطيط. التخطيط عندنا هنا بيتكلم عن تأسيس المصنع من الأساس، وأنت لسه بتفكر في الفكرة لغاية لما تبدأ تشغل الفكرة بتاعتك. طيب الجزء اللي فات اللي اتكلمنا عنه، وفي الجزء التخطيط كنا بدأنا نتكلم عن أرض المصنع والعمالة اللي جوه المصنع واختيار المصنع، وكمان واحنا بنجهز الاوراق بتاعته مين اللي منوط بتخليص الاوراق، وايه هي المجموعه اللي هتبقى شغاله وجاهزه على التجهيز لتاسيس المصنع، وكمان الاموال او راس المال اللي هيدخل المصنع ده هيبقى شكله ايه. قلنا عندنا نوعين من رؤوس الاموال، فرؤوس الاموال المختلفه دي بتتوظف حسب دخولها المصنع والطريقه اللي اقدر استفيد بيها بشكل كويس. انا عندي رأس مال ثابت ورأس مال داير او متحرك. هتلقى في ناس بتاخد نفس الكلام في التعليم التجاري بس بشكل مختلف. فبنحاول يعني اللي حابب يطلع بنحاول نجمع المعلومات دي مع بعضها عشان نطلع بفكرة واحدة. فكرتنا في التعليم الفني او اي كان نوع التعليم اللي انت بتتكلم فيه، ان انا بوصل للمعلومة اللي لما اكون قاعد في اي موقف وتسأل اعرف ارد، مش بتحفظ مادة علمية عشان تبدأ لما تيجي في امتحان تبدأ ان انت ايه تكتبها، لا. الاساس عندنا ان افهم يعني ايه مادة علمية. طيب تعالوا نتكلم عن حاجة مهمة جدا في مادة التخطيط، الجزء الخاص بالنظري بقى. احنا مش هنتكلم بقى عن صف الاول او التاني او التالت، هنخلينا نتكلم بوجه عام. تعالوا نتكلم عن العمل. العمل ده في بالمناسبة في عندنا مادة، وأحب طبعا كل الطلبة تتفرج على الحلقات بتاعتها، لكن هي مادة تجاري للأسف، بس هي مادة فيها معلومات مفيدة جدا جدا جدا. طبعا أنا تابعتها السنة دي مع متابعة قناة اليوتيوب، فلقيت المعلومات اللي فيها والموضوعات اللي فيها ما تهمنيش بس كطالب، لا ده تهمني كمان حتى لو أنا شغال في مصنع في أي مؤسسة كان، أعرف المعلومات المهمة دي. والمادة دي اسمها قوانين العمل والتأمينات، هي مادة شيقة لكنها تجارية، لكن فيها معلومات هتفيدك ايا كان الصناعة بتاعتك، حتى لو انت اتخرجت وشغال دلوقتي في اي وظيفة. ليه؟ انت بتاخد جميع قوانين العمل، ازاي تتعامل مع رب العمل اللي معاك، ازاي رب العمل يتعامل معاك كعامل عنده، ازاي العلاقة دي بتكون معمولة بشكل بسيط بين الاتنين، بحيث ما فيش حد ياخد حق التاني، وفي نفس الوقت كل واحد عارف حقوقه وواجباته يبدأ يلبيها للجهة اللي بيتعامل معاها، ايا كان لو صاحب العمل مع العمالة اللي عنده او العمالة مع صاحب العمل. كل حاجة بتتكلم فيها المادة دي، حتى عن قوانين خاصة بالدولة وازاي حتى بيتعامل بيها صاحب العمل والعامل. فيعني من المواد المهمة، يمكن احنا هنحاول نركز عليها، هننشرها لكم ونجهزها لكم بشكل افضل عشان تبقى الماده دي اساسيه عند كل، انا اتمنى انها تتطبق عند كل التخصصات، مش تكون موجوده عندي في التعليم التجاري بس، لان هي فعلا ماده مفيده. في بعض الاحيان هنحاول نجيب لكم معلومات واحنا بنتكلم في التخطيط عندنا للجزء ده بالذات، لان هيفيدك برضو بعد التخرج. يبقى كلامنا مش على الماده العلميه كمان اللي معانا، لا كمان انت بعد التخرج ايه اللي ممكن تعمله.
تعالوا نتكلم عن العمل ونشوف يعني ايه عمل. العمل عندي هو الجهود البدنية والعقلية التي يبذلها الإنسان في حياته للحصول على حاجاته، وهو العنصر اللازم للإنتاج والجهد الاختياري الذي يبذله الشخص للحصول على أجر معين أو منفعة تشبع رغباته. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن أنا حابب إن أنا أكسب مال، فبالتالي محتاج إن أنا أبذل مجهود اللي هو ده الشغل اللي أنا هاخد عليه أجر عشان أشبع رغباتي. إشباع الرغبات دي ممكن تكون في الأكل، ممكن تكون في الشرب، ممكن تكون في السكن، ممكن تكون في حياتي الخاصة. كل ده أنا محتاج عشان إن أنا أستمر فيه محتاج لأموال. عشان أحصل على المال ده لازم أكون شغال، لازم أكون بعمل. فعشان أقوم بالعمل ده لازم أنا أكون في احتياج، الاحتياج بتاعي ده هيخليني أدي العمل بشكل كويس. طيب هل الاحتياج ده يتوقف على الأجر اللي أنا هاخده؟ يعني مثلا أنا محتاج مثلا 50 جنيه النهاردة، أروح أشتغل ب50 جنيه وأخدهم وأمشي؟ لا، ده أنا بروح أشتغل عشان أأمن مستقبلي كمان، مش أنا أخد احتياجي للنهاردة وانتهى الموضوع على كده. لا، ده أنا بفكر إن أنا أشتغل، وبفكر أشتغل شغلانة أكون بحبها، ممكن أشتغل شغلانة بحبها جنب شغلانة تانية خاصة بيا، بشتغل الاتنين. ممكن في بعض الأحيان حتى في بعض الناس يعني ده بنشوفهم فعلا، في بعض الناس بتنفذ أعمال مجانية، هو طبعا لازم يكون شغال شغلانة بتدر عليه الدخل الأول، بس بيقوم بأعمال ما بياخدش عليها أجر بس لأنه بيحبها. طبعا دي ليها أمثلة كتيرة جدا. فممكن أقوم بأكتر من عمل، منهم أعمال باخد عليها أجر وأعمال خاصة بيها اللي بنسميها احنا أنشطة. طيب الأعمال اللي بأجر دي لازم يكون ليها مواصفات، ولازم يكون ليها نظام وترتيبات وأجور ثابتة، وكمان تعمل لها لايحة زي ما احنا بنسميها كده، أقبض إمتى، والقبض ده هيكون شكله إيه، وكمان لو غبت ساعة الصبح إيه اللي هيحصل، لو غبت ساعة يوميا لفترة معينة إيه اللي هيحصل معايا، لو تغيبت عن العمل يوم أو يومين أو ثلاثة إيه القرار أو الإجراء اللي هيتم معايا. كل ده بنلاقيه في قوانين العمل. يعني بنتكلم عن العمل هنا بس له مادة جميلة جدا ممكن أدور إزاي أتعامل بيها مع العمل بتاعي، وهي مادة قوانين العمل. طيب أنا عشان أعمل الكلام ده وأبقى فاهم أنا بتعامل إزاي مع صاحب العمل بتاعي وتبقى علاقتي بيه كويسة، أول حاجة لازم يكون الهدف من العمل بتاعي إن أنا النهاردة نازل أشتغل، أنا بيبقى معايا مهارة، صاحب العمل محتاج المهارة دي. وخلي بالك من الحتة دي، إحنا هنتكلم فيها برضو مع المهارات وإحنا بنتكلم عن المواد العلمية بتاعتنا. هلا إيه؟ هل أن في بعض الأحيان في مصانع أو جهات بتلجأ لأشخاص معينة لتنفيذ بعض المهام؟ ليه؟ لأنهم مميزين في الجزئية دي. طب ما في غيرهم نفس التخصص؟ آه موجودين، آه بس مش بنفس المهارة. زي مثلا في الطب ممكن نلقى جراح مشهور بيعمل عمليات معينة، فبالتالي زمايله بيعملوا نفس العمليات بس هو شاطر، هو لو دخل مع مريض معين بيعمل عملية في وقت قليل والعملية بتكون ناجحة. أما الباقيين بيعمل عمليات بياخد وقت طويل ومعظم عملياته بتبقى نسبة النجاح بتاعتها مش كبيرة، فبالتالي أنا لو قدام الشخصين دول أنا هلجأ للشاطر. كلنا بنعمل كده، الكلام ده في حياتنا وفي صحتنا. تعالى بقى في أصحاب الأعمال اللي هو بيبقى مدور ماله أو بيستثمر ماله في حاجة معينة، هو عايز إن هو لما يطلع 100 جنيه ترجع 1000 جنيه، هو كده ده سوق العمل أو ده الاستثمار في الأموال. لما بيدفع مبلغ عايز يرجع المبلغ ده عشرات الأضعاف، فبالتالي هو مش هيخسر مال في تجربة، هو باستحالة يكون عنده الفكرة أو إن هو يتحمل تجربة ممكن تكون ما بين فشل وما بين نجاح. لا، هو عايز دايما النجاح على طول، فبالتالي هتلاقي أصحاب الأعمال بيستقطبوا العمالة الماهرة. ده طبعا بيساعدهم إن هم إيه يكون عندهم ثقة في جودة المنتج اللي يكون خارج من المصنع. أنا جايب واحد شاطر فخلاص أنا عارف إن الحاجة اللي هعملها هتطلع بجودة عالية. طيب
العامل ده بيحاول يكون عنده مهارة عالية ليه؟ عشان يكون مطلوب. عشان كده برضو احنا بنتكلم عن الجزء الفني بتاعنا في التخصص بتاعنا، بنيجي نقول ايه في جزء الآلات كمان بالذات واحنا بنشرحه، خلي بالك لما يكون عندك مهارة بتتعلمها في المدرسة اثقلها اكتر، لان المهارة دي اللي هي اللي انت هتحتاجها في سوق العمل. طيب انا دلوقتي كان عندي خريج بيخرج من سوق من المدرسة الفنية بيخرج على سوق العمل بيلقى الدنيا مختلفة. ليه؟ كان عندنا الأجهزة كانت قديمة، ومعنى كانت الجزئية دي مقصودة ان هي فعلا كانت قديمة، لكن دلوقتي حصل تحديث في مدارس التعليم الفني والأجهزة تقريبا شبه اتغيرت. مش هنقول كل الأجهزة اتغيرت، لأن عشان أغير كل الأجهزة والمعدات الموجودة مرة واحدة في المدارس محتاجة ميزانية كبيرة جدا. فطبعا التجديد بيتم بشكل جزئي، كل سنة بيتعمل حاجة في التخصصات الفنية، بس كل التخصصات عندها أجهزة حديثة في التخصصات بتاعتها. طيب دلوقتي أنا بعلم الطالب بتاعي على مجموعة مهارات، دلوقتي في منظومة الجدارات بقت تتعلم مهارات سوق العمل الفعلية. في النظام العادي أنت بتتعلم مبادئ المهارات اللي موجودة في سوق العمل. يبقى أنا عندي هنا بقى عندي نوعيتين تعليم غير المزدوج. طبعا المزدوج بيعمل مهارات العمل فعليا لأن هو بينزل المصنع، فأنا كده عندي أكتر من شكل موجود عندي في التعليم الفني. الشكل اللي احنا بنتكلم فيه النهارده اللي هو نظام ال3 سنين اللي احنا شغالين عليه، اللي هو المهارات فيه ايه؟ مبادئ مهارات سوق العمل، غير الجدارات وغير المزدوج. الجدارات والمزدوج هيبقوا شبه بعض لانهم بينفذوا مهارات سوق العمل فعليا. انا في الجدارات ما بتتنقلش من مهاره لمهاره الا لما تكون اتقنت اللي قبلها. يعني انت كده كانك بتلعب جيمز، انت عشان تتنقل من مرحله لمرحله جوه الجيمز دي هتبص تلقى ان انت لازم تحقق كل المطلوب منك في المرحله دي. عندنا كده برضو نظام او منظومه الجدارات اللي شغاله او اللي بدا تنفيذها في التعليم الفني مبنيه على نفس الطريقه، ما تنقلش من مهاره لمهاره الا لما اتعلم المهاره اللي قبلها بالظبط واطلع فيها نتيجه كبيره. زي مثلا مهاره الكتابه، هي مهاره. مهاره مثلا لو انا بتكلم في الملابس او في النسيج، مهاره اللقي، ازاي اعمل عمليه لقي لمجموعه خيوط سده. فبالتالي انا بتعلم المهاره دي وبحاول انا اتقنها، عشان اتقنها لازم اجربها مره واثنين وثلاثه، لازم في استمراريه، بالتالي هكتسب المهاره بتاعتي هحقق المطلوب مني. يبقى هنا العمل هو المجهود اللي انا بنفذه. المجهود ده عباره عن ايه؟ استخدام مهاراتي في تنفيذ بعض المهام اللي موجوده عندي في المصنع بتاعي او مكان العمل بتاعي عشان اقوم بانتاج منتج عالي الجوده. ممكن تكون مهمتك في انتاج المنتج ده خطوه واحده، ممكن تكون مهمتك اكتر من خطوه حسب طريقه الانتاج نفسها. مثلا قسم الملابس، وده شفته في بعض المصانع لما زرتها، لكن هو طبعا مش تخصصي، لكن شفت ان قطعه الملابس مثلا لو بيفصل قميص، بيفصل جاكيت، بيفصل اي حاجه، بيبقى عنده خط انتاج. خط الانتاج ده ممكن يتكون من 7 مكنات، من 10 مكنات، ايا كان، حسب عمليات التركيب اللي بتتم على المنتج بتاعي ده. فبالتالي اقل عدد مكن شفته وكان في خط انتاج كانوا 5 مكنات. ال5 مكنات كانوا حوالين بعض، واخر حاجه بتبقى ترابيزه الفحص اللي هو بيفحص بيها القطعه بعد تمام انتاجها. كل واحد فيهم بيعمل حاجه، واحد بيعمل الاساور، واحد بيعمل الياقه، واحد بيعمل الجيب، بس دي شغلته ان هو يركب الجيب في مكانه، واحد بيجمع الظهر، واحد بيجمع الكم، واحد بيجمع الصدر. تمام، ده يبقى كل واحد قاعد على المكنه بيعمل حاجه، واحد تاني شغلته يفتح الفتحات بتاعه العراوي، وواحد تاني شغلته ان يركب الزراير بس. وممكن تبقى المهمه دي مع واحد تركيب العراوي، فتح العراوي وتركيب الزراير. ممكن بعض الاكسسوارات تكون بتركب تاني على قطعه الملابس، فبتلقى حد تاني قاعد بيعمل الكلام ده. دي كلها ايه؟ خط انتاج، كل واحد بيقوم بعمل واحد. بس في النهايه هتلاقي ان في كان قبلهم مجموعه تانيه كانت شغاله في قسم تاني وهو القص، وفي مجموعه تانيه كانت شغاله على عمل الباترون، وفي مجموعه التصميم. يبقى كل مجموعه فيها مجموعه عمل الغرض من وجودهم تنفيذ مهمه معينه. مجموعه العمل دي لازم تكون مترابطه عشان يطلع المنتج بالشكل المطلوب. ما ينفعش مثلا انا قاعد في قلب خط انتاج والخط شغال بسرعه معينه وانا شغال على مهل، لازم اكون بنفس السرعه.
عشان كده تلاقي مجموعات العمل نفسها ممكن تكون بتختار بعض في بعض الأحيان، لأن المصانع بتشتغل بنظام مختلف عن اللي احنا بنعرفه. ما بتشتغلش مثلا بنظام اليومية، يعني انت النهاردة موجود عندي فانت هتاخد يوميتك النهاردة 100 جنيه، فانت عارف ان انت جيت قعدت اشتغلت هتاخد ال 100 جنيه. ما فيش الكلام ده في المصانع. في المصنع او في مكان العمل عموما، عشان عندنا في نوعية التعليم الفني في ناس بتشتغل في اماكن مش مصنع، يعني واحد قاعد على الكمبيوتر خلاص ده مش مصنع، ده ممكن يكون مؤسسة انتاجية وهو مكتب فيها، فبالتالي ممكن تكون مثلا مؤسسة بيع، ان قسم الاقسام التجارية ما عندهاش مصانع، ممكن حد منهم يشتغل في مصنع زي بتاع الحسابات، ما هو شغال حسابات اه بس في مصنع مع مهاراته في الحسابات مش مهاراته في الانتاج تحت. فبالتالي طبيعة عملك هي بتحدد انت مهاراتك اللي هتقوم بيها ايه. فبالتالي انت معاك مهارات، المهارات دي بتتناسب مع مجموعة من اللي انت قاعد معاهم، فبتبدأ ان انت تشتغل معاهم، تبدأ طلع الانتاج. ليه؟ لان انت شغال بنظام الطريحة. يعني ايه نظام الطريحة؟ انتجت اكتر هتاخد اكتر، انتجت قليل هتاخد على قد شغلك. يعني مثلا انت جيت مطلوب منك النهاردة تعمل 500 قطعة انت والمجموعة بتاعتك، عشان المصنع لما انت هتعمل 500 قطعة دي هيكسب في كل قطعة مثلا 100 جنيه، اضرب المية في 500، ده المبلغ اللي هيبقى ايه كسبه المصنع. المصنع هو بيطلع ال 100 جنيه على القطعة دي مثلا، احنا طبعا بنحط رقم جزافي يعني، هيطلع من ال 100 جنيه دي 20 جنيه اجور عمال. ال 20 جنيه دول هيتضربوا في 500، ولما هيتضربوا في ال 500 هيتقسموا على مجموعة العمل اللي كانوا شغالين. تمام كده؟ طيب المجموعة دي قللت عن ال 500، المصنع هيقلل الأجر بتاعه، زودت عن 500 هيزود الأجر بتاعه. يبقى هنا في التحفيز للعامل، كل ما أنتج أكتر كل ما خد أكتر، بس مش معنى أنتج أكتر دي إن هو يحط الحاجة على المكنة ويشتغل وعلى طول وينتج على الفاضي، لأ. ده الغرض من الموضوع إن هو ينتج منتج عالي الجودة. طب لو هو أنتج منتج قليل أو ضعيف في جودته هيتخصم منه برضه. يبقى الغرض في الحتة دي إن أطلع منتج يبقى إيه جاهز للتسويق. هنا هنتكلم بقى عن مزايا العمل. مزايا العمل او مزايا تقسيم العمل اللي احنا كنا بنتكلم فيها حالا دلوقتي، ان يعني يكون عندي مجموعات عمل كل واحد بيقوم بعمل ويتقنه. بيقول لي ايه بقى؟ اجاده العامل وتفوقه في العمل، يتقن عمله ويبدع فيه، كل واحد يبقى شاطر في الجزء اللي بيعملها وهيزود كمان عليها شويه. سهوله العمل، انا عارف انا بركب زراير بس، فانا هيبقى جنب الزراير وجنب المكنه ويجي لي القطعه وبشتغل المهمه بتاعتي على طول، فبالتالي في سرعه في الانتاج. ملائمة العمل لكفاية العامل، أنا عارف إن أنا شاطر في تركيب الزراير، يبقى ما أروحش أركب مثلا أساور هتبوظ مني وهعطل الإنتاج، فبالتالي لازم أكون عارف إن العمل بتاعي ملائم إيه لكفايتي كمان. الاقتصاد في الزمن اللي إحنا قلنا هيكون سريع، لأنه قاعد بيركب زراير فأنا عارف مكان الزرار وعارف هحط إيدي إزاي على المكنة وهبدأ إن أشتغل. الاقتصاد في العدد والآلات والقوى المحركة، إن ما دمت أنا فاهم اتعامل مع الاجهزه دي ازاي، فبالتالي هيكون في وفره في الجزء ده او توفير في الحته دي. الاقتصاد في وقت التدريب المهني، انا عارف ان الناس دي شغلتها بتعمل المهام دي، فبالتالي انا هصقل المهارات بتاعتهم في الجزئيه دي بس، مش هتعب نفسي واديهم مهارات تانية، بالعكس انا خصصته في الجزئيه دي، خصصته في تركيب جيب البنطلون، تركيب الازرار القميص وهكذا، اي اكسسوارات موجوده عندي في اللبس والكلام، طبعا مش على الملابس بس، يمكن هو ابسط المثال ممكن يكون عليها، لكن الكلام ده موجود عندي في النسيج برضو في اتقان المهارات. يعني مثلا ممكن يكون واحد بس شغلته انه يرفع الخيط ويحطه على الخطاف بتاع ابرة اللقي مثلا، او الخطاف السيخ مثلا بتاع التطريح، ايا كان المهمة اللي انت بتعملها لازم يكون عندك اتقان ليها ومهارتك تكون عالية. بعض الأمثلة لمهارات العمل واتقانها وسرعة التنفيذ فيها، مثلا هنلاقي في فيديوهات موجودة عندنا على يوتيوب بتتكلم عن أشخاص بتنفذ مهام في وقت قليل، مهام سريعة، فاتفرج بس على المهارات بتاعت الناس دي، مش شرط يكون بينفذ مهمة بإيديه، ده ممكن يكون بين المنتج من مكان لمكان، طريقة نقله للمنتج،
طريقة تنفيذه لعملية الإنتاج بتاعته، كل دي مهارات. مهارة الكتابة على الكيبورد، في ناس بتكتب سريع جدا وفي ناس بطيئة. أنا كل ما كانت، لو أنا مثلا فاتح مكتب والمكتب ده بيكتب رسائل علمية مثلا، أنا محتاج التايبنج اللي عندي يكون سريع، فبالتالي محتاج يتمرن أكتر عشان يحفظ أماكن الحروف، عشان بس أول ما يشوف الكلمة هو عارف صوابعه هتضغط على أي أزرار. لكن لو أنت مثلا جيت تقيس مهاراتك دلوقتي في الكتابة على الكيبورد، ده مثال أهو، لو أنت أول مرة بتتعامل مع الكيبورد هتلقى نفسك أنت لسه بعينك بتدور على الحروف. بعد شهر هتلقى الموضوع بدأ يفرق معاك، بدأت عرفت حفظت أماكن الحروف، فبدأت تضرب شوية، بعض الأحيان بتبص على الكيبورد وبعض الأحيان بقت ترفع عينك لأنك عارف إيدك رايحة على فين. فبالتالي دي برضو صقلين المهارة. بعد سنة من الكتابة دورية بشكل دائم يومي بحوالي ساعتين أو 3 ساعات مثلا في اليوم كتابة بس، هتلاقي نفسك بدأت تحفظ الأزرار وبدأت عينك تترفع عن الكيبورد وبقت تضرب الحروف بشكل عادي، وبقت تطلع حتى المنتج بتاعك اللي هو الكتابة بتاعتك وانت بتكتب بس من غير ما تبص للكيبورد، بدأت الكتابة كمان ما يكونش فيها أخطاء كتير. دي برضو مهارة من المهارات. يبقى المهارة مش شرط تكون تنفيذ مهمة في مصنع، ده أي مهمة أنت بتقوم بيها، حتى لو كانت مهمتك دي هي نزولك السلم وأنت رايح على الشغل الصبح، دي مهمة من ضمن المهام اللي أنت بتنفذها الصبح. مهمة اللبس مثلا الصبح وأنت بتحضر نفسك للنزول، لو أنت بتنفذ نفس المهمة كل يوم هتلقى نفسك أنت أول مرة في حياتك كنت بتنفذ المهمة دي كان ممكن تجهز نفسك في ساعة، بعد تكرار التنفيذ أكتر من مرة هتلاقي نفسك ممكن تجهز في 5 دقايق وتلبس على طول وتنزل وتركب وتروح على شغلك. أدي مهارة، مهارة بتنفذها في البيت، هي مش مهارة إنتاج ولا حاجة، بس أنت بتنفذها. زي مهارة تحضير الطعام، هي مهارة عندنا في التعليم الفني في الأقسام الفندقية أو في التعليم الفندقي، لكن تعالى أنت وأنت بتحضر لنفسك أي حاجة هتلاقي نفسك في بعض المرات كنت بطيء، بقيت شاطر في تنفيذ طبق معين، هتلاقي نفسك انت بتنفذه في وقت قليل وكمان بتقدر تعمل بيه الكميات اللي انت عايزها بنفس الطعم ونفس الجودة. فكل ده اللي بنتكلم عنه، بنتكلم عن المهارات وازاي ان انا اتعامل فيها. اهم حاجة عندي هو التعاون مع كل جروب عمل عشان اطلع المنتج بالشكل المطلوب. تعالوا نكمل عناصر التخطيط الشامل. وعناصر التخطيط الشامل هي الفحص، التنبؤ، التنسيق. يعني ايه تخطيط شامل؟ انا اي حاجة بعملها في حياتي لازم اكون مخطط لها. عشان اجي الحلقه النهارده واعمل لك البرزنتيشن الموجود او العرض الموجود لازم اكون مخطط انا هعمل ايه. عشان اروح مشوار معين لازم اكون مخطط انا هركب ايه النهارده. طب لو انا ما لقيتش المواصله دي لازم احط قدامي اختيار تاني، لا انا عندي اقدر اروح المكان بتاعي باكتر من طريق، ممكن اروحه بعربيه خاصه، ممكن اروحه بمواصله صغيره، اروحه بمترو، اروحه باتوبيس، اروحه بايه، اروحه ماشي، انا ناوي اروحه بايه، وهل انا قدامي وقت كبير جدا، مثلا انا قدامي وقت طويل على ما اوصل فبالتالي محتاج ان اضيع وقت، فبالتالي ممكن اخد المسافه اتمشى كده في الهواء لغايه لما يجي الميعاد بتاعي، ولا محتاج من مستعجل محتاج اخد اسرع مواصله من المتوفره ليا، ممكن يكون غصب عني فيه هي مواصله واحده فبالتالي ما عنديش خيار ليها. فبالتالي لازم اكون فاهم انا هعمل ايه. يبقى أول حاجة عندي في عناصر التخطيط عملية الفحص. أفحص أنا النهاردة عايز أعمل أي حاجة، لازم أبقى فاهم كل حاجة. بعد كده التنبؤ، وأنا بعد الفحص ده أنا عرفت إن الموضوع ده محتاج 1 و2 و3. طيب أتنبأ بقى إن المجموعات دي كلها مع بعضها ممكن يحصل معاها إيه. مثلا التنبؤ، مثلا لو أنا ركبت المترو النهاردة، طيب المترو بيقف في كل محطة حوالي نص دقيقة مثلا على أو أقل من نص دقيقة على ما يفتح الأبواب وينزل أو يعمل التبادل بين الركاب اللي بتنزل وبتطلع دي. فأنا هركب 10 محطات، هاي بيتحرك ما بين كل محطة ومحطة مثلا في دقيقة، يبقى عندي دقيقة سير للقطر مثلا ونص دقيقة تنزيل، أنا عرفت كده المسافة كده في المحطة الواحدة دقيقة ونص مثلا. فأنا هتنبأ مثلا وأنا عندي 10 محطات هاخدهم في ربع ساعة، ده برضو تقديرا طبعا مش على الطبيعه لان طبعا الطبيعه غير كده، بس احنا بنقول امثله بارقام بسيطه نقدر نحسبها سريعا. فبالتالي انا هاخد 10 محطات في ربع ساعه، يبقى انا عارف ان لو ركبت المترو ده ربع ساعه هكون في المكان اللي انا عايزه. طيب وانا
في المترو مش وارد ان يحصل اي اعطال، طيب مش وارد ان يحصل اي تاخير، فلازم اعمل حسابي في التاخير ده. فبالتالي لازم اقول انا المشوار بتاعي الماستر بتاعي او الاساس بتاعي ممكن يكون ربع ساعه طريق في المترو، لكن احط معايا 5 دقايق احتياطي، 10 دقايق احتياطي على الميعاد بتاعي عشان اقدر اوصل له بالشكل المطلوب. ده نوع من انواع التنبؤ. تمام. طيب بعد كده بقى عندي التنسيق. طيب انا بقى هبدا ان انا ايه اجهز نفسي وارتب خطوات بتاعتي. انا خلاص فحصت وعرفت ان انا هعمل ايه، بعد كده تنبأت بالشكل النهائي، بعد كده هبدا اخطط او انسق انا هنفذه ازاي. الكلام ده بينطبق على المصنع، مش بينطبق على المواصله كمان انت رايح بيها مشوار، بينطبق على المصنع بالكامل. انا عايز افحص، اول حاجه افحص دي معناها ان انا اشوف المنتج بتاعي ده هينفع السوق ده ولا لا. افحص السوق، افحص المواد الخام اللي حواليك، تنبأ ان المواد دي لما هتتحول لمنتج السوق هيقبلها وهتتسوق بالشكل المطلوب. التنسيق بقى، نسق، ابدأ جاهز خط الانتاج بتاعك وشوف كل واحد من العمالة اللي تكون قاعدة في خط الانتاج دي هتنفذ انهي مهمة، وكمية المنتج اللي انت هتطلعها هتكون شكلها ايه وجودتها عاملة ازاي عشان اقدر ان انا ايه اسوقها. واشوف بقى اللي انا نسقته ده بعد ما خلصت حقق اللي انا تنبأت بيه ولا لا، وابدا بعد كده ارجع تاني اعمل عمليه الفحص وهكذا، واكمل عمليه التخطيط بتاعتي. هي عمليه تخطيط دايره، عشان كده زي ما قلنا الجزء ده مهم جدا او من ضمن الحاجات المهمه عندنا. بعد كده هنتكلم عن الالات. الالات موجوده في سوق العمل، معظمنا بيشتغل على الات. الفوائد الاقتصاديه لاستخدام الالات، الالات ساعدت على سرعه الانتاج ووفرته، مش كده بس، ساعدت على تاديه الاعمال الجسيمه منها والدقيقه، وساعدت على إنتاج مصنوعات متشابهة من نوع واحد، ساعدت كمان على استخدام آلات في أكتر من صناعة، والاقتصاد في الأيدي العاملة. طبعا الاقتصاد في الأيدي العاملة مهم جدا. ليه؟ هنتكلم طبعا عن كل نقطة لوحدها، لكن تعالى على الاقتصاد في الأيدي العاملة. احنا عندنا أصلا مشكلة في الأيدي العاملة برغم إن عندنا خريجين كتير. السبب إن الخريج نفسه بيدور على أكتر حاجة بتجيب أو بتدر دخل. ممكن يكون متعلم الصنعة وشاطر فيها، بس هو عنده صناعة تانية يقدر يجيب منها دخل، وتكون المهارات اللي بينفذها فيها بسيطة مش متعبة بمعنى أصح. يمكن ده مع بعض الشباب يمكن هو منتشر حتى في الفترة دي، فبالتالي بيلجأ لأسهل طريقة بتدر دخل أيا كان الطريقة، وبيسيب الصناعة اللي اتعلمها وبيروح لحاجة تانية ممكن أي حد تاني ينفذها حتى لو ما كانش معاه نفس مستوى التعليم بتاعه. فأنا متعلم مهارة، مثلا متعلم مهارة النسيج، ليه ما أروحش أدور على عمل في مصنع نسيج؟ ده هيساعدني أكتر إن هنمي مهاراتي في المجال ده. لكن هل ينفع مصنع واحد خريج نسيج يبدأ يسيب الصناعة بتاعت النسيج ويروح على صناعة تانية مثلا؟ تنفع لو أنا مثلا في الأساس عندي في ورشة مثلا بتاعت خراطة، وانا دخلت النسيج عشان ده كان مجموعي، فبالتالي انا مهاراتي في الخراطة اكتر من النسيج. هقول مقبولة الحتة دي ان انا ابدل الجزء ده، بس كان افضل للشخص ده انه ينمي مهاراته في الصناعة بتاعته مش يغير الصناعة اللي هو محتاج يتعلمها. بس ده معاه صنعتين، واللي معاه صنعتين يقدر يشتغل الشغلانتين. طيب نرجع بقى للجزء المهم جدا وهو سرعة الانتاج ووفرته. يعني ايه سرعة الانتاج ووفرته؟ طلب السوق دلوقتي على المنتجات عالي، لعدد السكان هو كمان عالي، احتياجات السكان دي بقت كتيرة، فبالتالي لازم المصانع دي تطلع منتجات بكم كبير. فهتلاقي منتجات رديئة بس طالع منها كم كبير وبتتسوق، ومنتجات عالية الجودة وطالع منها منتجات كتير ومغطية السوق. لو المنتج عالي الجودة قل في السوق، الناس هتلجأ للمنتج الأقل جودة لغاية لما يرجع يتوفر تاني. طيب أنا عايز أطلع إنتاج بشكل واحد، الأفضل الآلات. بمعنى مثلا لو أنا عايز أصنع قطعة غيار هتركب في عربية، بلاش قطعة غيار، خلينا باب عربية، باب، وإنت مثلا معاك عربية ولا قدر الله حصل مشكلة في الباب، حصل ان هو اتكسر مثلا،
فبالتالي انت محتاج تشيل الباب ده، او ده حاجه ملموسه بقى قدام كل الناس، يعني عارف ان ده بيتفك ويتركب. عايز اشيل الباب ده واحط باب مكانه. لو الباب ده مش في عربيه وكان باب شقه مثلا، هتلقى باب الشقه مختلف المقاس، لان كل مصنع بيعمل باب غير التاني. فليه؟ لان كل بيت بيتصمم غير التاني، فبالتالي مش هتلقى حاجه مقاس التاني. ده في البيت. لكن بقى في آلة زي العربية، ما العربية آلة، آلة زي العربية وبمكوناتها كلها، مش حتى في الأجزاء اللي بيكون منها الموتور، ده حتى في جسم العربية كل حاجة فيها لازم تكون معمولة متصممة بمقاسات معينة. المواصفة بتاعتها ما بتتغيرش إلا صغير الموديل. يعني مثلا تلقى مثلا موديل عربية مثلا بشكل واحد، كل قطع الغيار بتاعتها واحدة. بمعنى الباب بتاع العربية اللي احنا قلنا اتكسر ومحتاجين نغيره ده، لما اروح اشتري نفس نوع الباب ده بتاع العربية دي من المكان اللي موجود فيه نفس الموديل بتاعها، واروح اركبه على العربية، هتلاقي راكب زي الاولاني بالظبط. طب انا اتكلمت على الباب ليه؟ عشان لسه هدخل كمان شوية على الاجزاء كمان اللي بيتكون منها الموتور. الموتور بيجي في بعض الأحيان كده بعد استعمال لفترة طويلة بيتم عمل عمرة. عمرة دي يعني بيتم تغيير بعض الحاجات داخل الموتور، الأجزاء الميكانيكية. طبعا اللي يفهم الحتة دي الناس بتاعت السيارات أو الناس المهتمة بالميكانيكا. فبالتالي هيبدأ يغير حاجات من جوه الموتور، بيبدأ يروح يعمل خرط للموتور. طب لما بيتخرط، في أجزاء طبعا بتتخرط، يعني بيتشال منها، بتتمسح، بتشال منها بعض الأجزاء، ليها سبب برضه اللي يفهموا اكتر الجماعه بتوع السيارات. فهو بيبدا يجيب قطع غيار تانية بتتركب مكان قطع الغيار اللي هو هيبدا يغيرها دي، فبالتالي لازم تكون بمقاسات وبنسب معينه. فبالتالي انا لما مثلا اروح اجيب بيستن برقم معين، هلا ان جميع البسات الموجوده في السوق بالرقم ده بنفس المقاس. طب ايه اللي هيخلي البيستن ده بنفس المواصفه مهما غيرته وانا بتعامل برقم؟ ان المكنه اللي انتجت البيستم ده انتجت جميع الاشكال بتاعته او جميع الانتاج بتاعها بنفس الحجم وبنفس المواصفه، فبالتالي هتروح تجيبه برقمه. عندنا في النسيج عندنا ترقيم للخيوط. لو قلت لك روح للمخزن وهات لي قطن نمره 30، هات لي كونه قطن نمره 30، هات لي 5 كونات قطن نمره 32 على 2، بلاش خلي 32 عشان تبقى تخينه قوي، خليها 60 على 2. هات لي 4 كونات من نمره 60 على 2. انا بتعامل برقم. هروح للمكان بتاعي هجيب القطعه بتاعتي او الخيوط بتاعتي، هلاقيها بنفس السمك ما اتغيرتش. تعالى قيس كمان الكلام ده على صناعه الملابس. هو طبعا احنا بنتكلم عن اله، مش بنتكلم عن انسان. في صناعه الملابس اللي بيتحكم في المقاس انسان. فبالتالي اللي قص مكنه، فبالتالي قصت كل القماش زي بعضه. لكن لما تيجي تفصل او تيجي بقى عمليه الخياطه دي، لو انت رحلت كعامل قاعد على المكنه، لو رحلت ملي عن المكان المفروض ينزل عليه الخيط، وده طبعا دي حريه، فبالتالي انت بتتحرك فيها براحتك، فهتلقى نفسك بتقلل في المقاس او بتزود في المقاس بتاعك، فبتلقى الملابس كلها مش ستاندرد، لكن القياس بتاعها ستاندرد. هو انا ما بلبس لارج، انا عارف اللارج ده يلبسني او يلبس اللي في الحجم بتاعي. طيب لو جيت بقى على مقاسات البنطلون مثلا، هتلاقي فيه جينز لو قياس، والبناطيل القماش ليها قياس تاني خالص. فبالتالي لما اروح انا عارف البنطلون بتاعي مقاسه 32، فانا هنزل على المكان اشتري عليها اقول له انا عايز اللون كذا بس يكون مقاس الوسط بتاعه 32، فانا عارف ان لما هاخده هقيسه هيجي مقاسي. إذا جيت أقيسه ولقيته مكتوب عليه 32 ومقاسه زيادة، اعرف إن في مشكلة عند العامل اللي صمم. فبالتالي يبقى ما عنديش مكنة تقدر تخيط لي كل الإنتاج بتاعي بالشكل ده، اللي ما فيش عندي إنتاج ملابس آلي، لكن عندي إنتاج خيوط آلي، إنتاج اللي هو مثلا زي نظام سي إن سي اللي موجود عندي في الميكانيكا، إنتاج قطع الغيار ممكن يتم آلي. فبالتالي جميع الكتل أو جميع القطع اللي أنا بنتجها عن مكنة هتبقى كلها متشابهة وبنفس المواصفات. ده الغرض من كلمة
الانتاج اللي هو ايه بنفس الشبه. بعد كده عندي بيقول لي تأدية الاعمال الجسيمة. ايه هي الاعمال الجسيمة؟ الاعمال الجسيمة مثلا زي الاعمال الخطرة، زي مثلا لو انا هشتغل بالشغل بتاعي لازم اكون بتعامل مع مواد كيماوية زي مية النار، حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك لو انا هشتغل في صناعة البطاريات لو جه على جسمي هيعمل لي حرق، فبالتالي عشان اعمل استخدم النوع ده من المواد محتاج يكون معايا ادوات او ماكينات هي اللي بتقوم بعملية التنفيذ، مش انا بس بتابع شغل الآلة بتاعتي. فروع العمل بالصناعات الكبيرة ينقسم الى ايه بقى؟ اهم حاجة الجزء ده بيقول لي بقى ايه؟ المراقبة العامة للمصنع او الشركة، الرئاسة الموجهة، الإدارة التنفيذية، الإدارة المالية، الإدارة التجارية. عندي مجموعة من الإدارات الغرض من وجودهم هي إدارة المصنع. مراقبة عامة للمصنع ده طبعا اللي هو الهيد بتاع المصنع بيشوف المصنع بوجه عام أو الشركة. عندي رئاسة موجهة طبعا أقسام الرئاسة بتاعت الـ إدارات المصنع. وبعد كده عندي إدارة التنفيذ اللي هي المسؤولة عن عملية الإنتاج في الأساس، واللي هي بتنفذ كل المطلوب منها اللي هي بتبقى تتعامل مع العامل نفسه في الحالة دي. بعد كده عند الإدارة المالية المسؤولة عن الأجور الخاصة بالعمالة وأي مسؤوليات مالية أو فيها عمليات دفع، بتكون الجزء الخاص بالإدارة المالية زي مثلا زي شراء المنتجات أو شراء الخامات بتاعتي، محتاج لازم أن يكون إيه الإدارة المالية هي اللي بتنفذ الحتة دي أو بتبدأ تبقى دي من مهمها. بعد كده عند الإدارة التجارية اللي هي عمليات البيع والشراء. الإدارة التجارية مرتبطة ارتباط وثيق بالإدارة المالية لأنها بتستخدم أو بتبدأ تسحب من أموالها عن طريق طلباتها للمواد بتاعتها، وتبدأ كمان تعمل عملية دخل أو إدخال للأموال للمصنع برضه عن طريق الإدارة المالية اللي هي الجزء الخاص بالإدارة التجارية. هي البيع والشراء، هي عارفة المنتج ده هتبيعه إزاي وهتسعره بايه، واللي هتشتري المواد الخام اللي هتعمل المنتج ده ازاي وهتجيبها بكام كمان. طبعا بتحاول بقدر الامكان انها تجيب اسعار تقدر تتناسب مع مين، مع المصنع بتاعك. تعالوا نشوف نموذج لتشكيل احد الشركات المساهمه، وطبعا هنطبق عليه جزء اللي احنا اتكلمنا فيه الخاص بالتنظيم العمل داخل المصنع او الشركه. تعالوا كده نشوف الجزء الخاص بالمساهمين. عندي هنا المساهمين ده نمرة واحد اللي هم الناس اللي هم بيبقوا أساس المصنع. بعد كده عندي أعضاء مجلس الإدارة والمراقبة، بعد كده عندي عضو مجلس الإدارة المنتدب، بعد كده عندي السكرتير العام ودي إدارة مالية، وبعد كده عندي إدارة المراقبة، وبينبثق برضه طبعا في مجموعة إدارات تانية، عندي إدارة المستخدمين وإدارة التسويق. بعد كده بينسدل من الموضوع ده كله من تحت عضو المنتدب المدير العام، بعد كده الإدارة التنفيذية. ده شكل أو خريطة للإدارات اللي داخل المصنع، وبناء عليها بيبدأ نعمل إيه؟ بيبدأ نصمم أو نجهز المصنع. يمكن النهاردة احنا استعرضنا بعض الحاجات الفنية اللي ممكن تلاقيها في المصنع، بتنفعنا برضو المعلومات اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة إن شاء الله على مدار دراستنا في العام الدراسي الحالي إن شاء الله اللي هيبدأ في بعد أيام بسيطة. نتابع المواد العلمية بتاعتنا على قناة اليوتيوب وكمان على شاشتنا بشكل دائم. يمكن احنا شغالين بقدر الإمكان بنحاول نغطي معظم المواد، لكن زي ما قلنا باقي المواد الدراسية مش تلاقيها عندنا على قناتنا على التلفزيون أو على اليوتيوب، لأن اليوتيوب كمان في جزء تاني بيتنفذ في القطاع، فبالتالي هتلاقي كمان في حلقات موجودة غير كمان مضافة للحلقات الخاصة بالتلفزيون. تابع كل المواد العلمية بالشكل اللي انت عايزه، وإذا احتجت حاجة تانية بتكتب طلبك إن شاء الله، ما نلقى في طلب على مادة معينة هنحاول ننفذها سواء على التلفزيون أو على اليوتيوب. وطبعا مع بداية العام الدراسي بنقول استنونا في الحلقات الجاية، وفي النهاية بنتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء.